لا تتوقف الاشتباكات إلا قليلا من الساعات هنا في الأطراف الشمالية لمحافظة لحج، وتحديدا في جبهة كرش. تستمر المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. خلال اليومين الماضيين تمكن الجيش والمقاومة من كسر هجمات للميليشيا في منطقة الجريبة غرب عزلة كرش. سيطرنا على موقع الزمار، على موقع قرن الذباب، وموقع أبا صهيب الاستراتيجي. نحن على مشارف منطقة الشريقة ولم يتبقى معنا إلا القليل منها، وأنجزنا تحرير كرش بالكامل إن شاء الله، ولكن نحن بحاجة إلى تأمين كرش بالأخذ على مدى مسافة أبعد. من يوم لآخر تشن الميليشيا هجمات مختلفة على مواقع الجيش الوطني في مسعى منها إلى استعادة ما خسرته من مواقع استراتيجية في العزلة، خصوصا بعد التقدم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش الوطني والمقاومة في الفترة الماضية. الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في أغلب المواقع والمساحات باتت بحاجة لتثبيتها وأيضا لحمايتها، خصوصا وأن عددا من تلك المواقع لا زالت عرضة للتهديد والهجمات من قبل الميليشيا، ما يستدعي التسريع بتعزيز مواقع الجيش الوطني تمهيدا للتوجه صوب مناطق أخرى قريبة تابعة لمحافظة تعز. هذه الأحداث الآخذة بالتطور في جبهة كرش تدخل فصلا جديدا من التحولات في عمر الجبهة، خصوصا في ظل تقدم الجيش والمقاومة وتغيير في الاستراتيجية القتالية التي يأمل أفراد الجيش والمقاومة تغييرها تزامنا مع قدوم قيادة جديدة للجبهة.